يعني بروكم هيك الجو وتريدون ابقى قاعد بالبيت؟ والله ما ظل هين لا اطلع هج. الجو بارد، ثلج، مطر 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 مطر. اقول لها الهبيله قامت تتنع على الجاي. يا الله، السلام عليكم، شلونكم يا ابي؟ طبعا نمت وقعدت وضوجه صاعده كآبه فول، بس انت سبحان شو شعر شمعد اخضر بطانيه ماكو ماسه شورتف. هسه راح اخذ الكبوس وعد براسي اذا نزلت، ورايحين نفطر بالعامريه نشوف اجواء المطر، وعندي كم شغله اكملهم. ما شاء الله المطر، يعني اليوم في الشيء فظيع. شو اخوة تمام، لا ننسى نقفلها. حاليا عندي ملابس يم الخياط اخذهم وارجع. حاليا اخذنا هاي الملابس ورايحين نديح شوية بشوف. طبعا لو ما طبق هاي الطبقة هذا بس سوداء اجى طبق وراي، وش راح يسوي؟ راح يعرقني. شوف العقل المدبر المفكر المكاني مو هنا انا اصلا. ما شلون مطر يا ابو يا ابو فاضل الحق، ما شلون الماسحات هيك واقفه. الله ارجع كما كنت. اوكي اسبع ما ينزل بالكاميرا. شوف بلا داي سعيد اللي قضى عمره بلا داي وعايش دون خلق الله، عايش عايش ولا دون خلق الله بلا داي. الغريب اصبح يزاحمني. اي والله بلادي وانه زاد المطر يزود مثل الغريب. الغريب اصبح يزاحمني ببلادي، لك بلادي العرب ارض وبلادي وان علي حايا يا 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 وحام تراب الحجي. الله طبعا اردت انزل بس ما شاء الله من طلعت المطر زاد النوم. هسه رايح لاحمد وليد نشوفه شوي، مشتاق له والله، مشتاق له. ايش صار لي ما شايفه من الاثنين، واليوم سبت يعني تقريبا صار 6 ايام. ايه ما شاء الله شوف المطر جاي قوي، زاد المطر شوي شوي قد يزود المطر ما اعرف يعني شنو يعني اعناد دا يصير في الموضوع ان شاء الله باعناد. لو بالشوارع قافله على كلن
بالنسبة اكو هواية مواضيع وخلافات تدور حول الفيديوهات اللي دا انزلها. الخلافات مو ويا اشخاص غيري، فرجان رجان رجان عندك خلاف ويا شخص تقدر تحكي وياه وجه لوجه. ليش انت فاشل يعني بالذي؟ وما اريد ارد احد، انا اخلاقي ما تسمح ارد لاي احد بالتعليقات، فاي كلام بذيء ترى يعكس، اطلع يا معود، يعكس اخلاقه. فانا لهذا السبب ما ارد على اي احد، واتمنى يعني اذا عندك مشكله ويا شخص لا صفي حساباتك وياه على حسابي يعني. روح تقدر تدخل على حسابه، تقدر تحكي وياه، تقدر تغلط عليه، تتجاوز عليه، بس ما اسمح لاي شخص يتجاوز على شخص داخل الفيديو مالتي، وخاصه اذا هذا الشخص عادلي، لان انا ما اقبل هذا الشيء، لا عليك اقبل ولا على غيرك. فرجان عندك خلاف وياه، مشاكل عائليه ما مشاكل عائليه، هاي انت بيناتكم تحلونها، لا تدخل بتعليقاتي ولا تعلق لي على انه شخص مسيء او شخص مو مسيء، لان انت ما مسؤول عني. اذا انت مسؤول على شخص عنده مشكله وياه، ما مسؤول عني انا اطلع منه بالفيديو، اصور منه وين اروح وين اجي، ما حد مسؤول عني ولا حد له اعتبار ثاني، لان ما طالب منك شيء حتى انت تجي تنمر علي وتحكي وتقول انت وانت. فهاي حياتي، يعجبك على راسه خليك، ما يعجبك تقدر تلقي اشتراك، ومو بس تلقي اشتراك وتحضرني هماتين. والله والله ما اردحش هذا الكلام، الله شاهد علي، بس يعني تشوفون بطن الواحد انتم قوه. خلنا خابر احمد احسن لي، عدل شويه مزاجي. انا احمد خابرته يقول من خطار وضايج، روح واصله ما اعرف وين، فقلت له اطلع شغله مهمه ما تاجل، فراح يجي. الجو مطر برا كلش، اذا وصلت بشو المطر. هاي الكلاوات وين لقيت لابس نصر الدين؟ هاي شنو من مطر ما جيت لنا؟ مللت. ايش لابس نصر الدين؟ ما عندك قنصلة؟ ما هذا بجد جو دافي. شنو دهن؟ حاط اسمه هذا جو. خلص شو زي خطارة محمد شكو؟ والله جيت اشوفك هاي. شو شنو اسد كيك؟ ايش ناخذ ما ناخذ؟ والله ما ادري. حدود ويا طالب، انا رجال عادي ويا الكل تشاكل. انت لا اول بدي احكي هذا، انت عشان تجاوب ما شغله بيهم. بشر احكي هذا ويا هذا، انت لا تدخل بالنص وتحكي وياهم. محمد اسد نزل 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 الاول نزل. نزل نزل على بالي هذا اللي جيتك. ايش بهم شغل معك بالطندره؟ معود هذا جارني يسوي كيك انا. بمحلات ثانيه نفسه موجوده. خلنا ناخذ من المحلات، لا ناخذ لنا كرتون. شوف هذا عمل يمكم هذا سماعه من يجيبون؟ يوصل شنو؟ هسه شوف هذا يمكم ورد لي خبر حتى اذا هاي شوف شو نسوي اللي طول حدنا رحنا شلون قبل حي جاد رجعت نفس اللي بس متخدي باكر ما تحاشى ولا النبي هاي محمد؟ لا طندق خلي ولي خلي ولي والله مو ادمي هذا عبالي عبالي تروح تعوفني حطيح حطك عيش شلون انت عاد هسه من اقول لك يلا امشي تجي تركض والله روح والله والله روح خلنا نشوف والله روح من بعد على الجمعه اه يا روح ما ادري طبعا صورته ما يدري ما شاء الله هذا المربع فايض يعني باع المايل وين صاير زين مربعنا كل العمليه فيض مربعنا ما يفيض المربعنا شو صار مكان مرتفع يا اخي تكملوا هالمول هذا خلوه احد مثليش اجواء يعني ممطره وما يقدر يطلع خارج العمليه جينا ياخذ له فره به يتخم هنا شويه يتعشى وهاي يرجع للبيت شوف احمد وليد الله لمن يرزقنا بواحد على نود جاني واحد احسن منك وراح يعزمني على عشاء هماتين وبيتهم وانت ولي يلا ما شاء الله ما شاء الله حي الجهاد مو لا حي الحسين لو يا حي منهن كلها هي منطقه صف منطقه المهم هسه احنا بحي الجهاد ما شاء الله شوارع مطر فايضه طبعا احكي على عامري عبالي فايضه يعني طلعت عمي حي الحسين هنا نضرب بعد الله العظيم هسه ان شاء الله راجعين للعامريه و نروح نجيب رصيد نشترك انترنت لان خبروني من البيت الكهرباء طافي وانترنت ما عندي وهذه يسمونها من فاينات الفاينات شنو من سوالف الطايح الحظ الفاين الطايح حظي الحظ الفاين الطايح المهم هي واحده من عندهن واتحمل غيري يا ويلي يا زمن هذا مصيري اسرع واتحمل غيري يا زمن هذا مصيري Yeah.
يعني هيك اجواء ممطره وتعرفون انتم يعني ما يحتاج تجرون وهذه يعني هو دا دوب احنا دا نشوفه قدامنا انه بتجيني صفع الخاطره الكعبه يصوب عدل شويه يتحملوا بس الليله هاي غاب الاجواء الاوروبيه و24 ساعه مطريه هي بس سنه حسنه هسه يمكن الشعب الوحيد اللي يتمنى الوطنيه ما تجي لان صار بس على المولد الوطنيه انهجمت وهسه طالعين نتعشى مطعم حبوب ونرجع على البيت لان ما تعشيت فلجت الكهربائيين سوينا الكهرباء وشقنا البيت على المولده ورجعنا اوف مشتهي فلافل فلافل طبعا شويه باذنجان اوكي باذنجان شويه بس الله وتعيش شلون فلافل هسه نخلي لنا زلاطات والسوالف هاي فلافل الزينه والبيبسي صمون حار يتشوي الحمد لله تزال الاجواء ممطره وعلى هذا المطر الو الو السلام عليكم اقول له ليه لما طيره وعلى البرك شفناكم ما ادري نسد الهجم ما ادري نتلقاكم عد يردها يردها ابوها هاي البنيه قل عوف الهجم خلين هجم روحي تلقيهم بعد شي صغيرة على العشق وش ولا عجبيهم طبعا هذا الشعر اللي قلته شوية يعني قصة طويلة فإن شاء الله أشرح لكم إياها بالفيديوهات القادمة فلا تنسون تشتركون بالقناة وسووا لايك وإلى هنا وينتهي فلوقنا